وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا حاجة يا عمي؟ ايه؟ عايزة اطمن عليك فيها حاجة دي؟ لا، بس انت لما بتقص تطمن عليا بتجينا البيت ما بتبعتليش. لا ناصح، بس ده ما يمنعش برضو ان انا اجيبك هنا علشان اطمن عليك في حاجة تانية. خير؟ لفندل استجدعته ووعدني بسلامته ان هيجي يخطبك رسمي وادي وش الضيف. لا، هو ما خلفش وعده، بس هو مش هيجي. ليه يا روح امك؟ سافر الخليج؟ لا، عينه صفت في المظاهرات. ايه؟ تفتكر بقى حد في ظروفه دي هيفكر في جواز ولا نيلة؟ والله يا بنتي ما كنت عارف ان الموضوع كده. وعامل ايه دلوقتي؟ زي الزفت، قاعد في البيت حابس نفسه ما بينزلش. رحتي له شيماء؟ طمنيني يا بنتي، ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. قال لي ان هو
ما ينفع اعيش واشوف لي حد تاني ظروفه احسن مني. حول ولا قوة الا بالله. تعملي ايه دلوقتي يا شيخ؟ ولا حاجة. أنا لسه بحبه يا أبي. واللي حصل له ده علاه في نظري. ما صغروش. بس هو مش عايز يفهم. اعذريني يا بنتي. اعذريني. اللي حصل له ده مش سهل عليه. يا عندي كده. قول لي أنت يا عمي أعمل إيه؟ انت شفت وقعدت معايا. والله يا بنتي ما انا عارف، بس كل اللي انا عارفه ان انت لازم تديله شويه وقت علشان يقدر يفهم اللي حصل له ده ويفوق من الصدمه. تفتكر يا بنتي انا ما شفتوش غير مره واحده، بس انا حاسس ان هو راجل. الراجل شيماء بيبقى صعب عليه قوي يا بنتي انه يحس انه اقل من الناس في حاجه، بس معدنه بقى هو اللي بيخليه يقوم ويقف تاني على رجليه. ولو نظرتي في الواد ده صح ده هيقوم يا شيخ. يا رب يا رب يا رب. انا طول عمري بقول ان في طبع لا يمكن اغيره ابدا. محدش واخد منها حاجه في وقتها. خلاص يا سيدي يبقى بختها بيك. هي مني؟ اللي هي من بختك؟ لا بقى، كلام في حاجة غلط كده. أنت طول عمرك واضح وصريح، بتكلم معايا بصراحة من غير لف ودوران، في إيه بقى؟ مفيش أي حاجة والله، بس أنا شايفك بس اليومين اللي فاتوا دول عمال بتيجي المحل كده على غير العادة كتير يعني. أنت ناوي على حاجة يا سيدي؟ بيني وبينك؟ أيوه. الله يخرب مخك. يا راجل تلم شوية. أنت مش بعتش من كل الجوازات اللي فاتت دي؟ وانت بذمتك مش تعبان من الوحده؟ طبعا تعبان، بس انا غيرك انت، انت على الاقل عندك بنتك واقفه معاك وكده، انما انا لا. ومع ذلك بقى انا مش هعمل اللي انت عايز تعمله ده. عشان انت بتخاف وتتكسف من كلام الناس، انما انا ما بتفرقش معايا الحاجات دي خالص، وبعمل بس اللي في مصلحتي. طبعا انت عندك حق ان غاليه مالي عليها الدنيا هي ورامي، بس هي ممكن تتجوز في اي لحظه وتبعد عني، وانا محتاج حد جنبي يا فؤاد. ويعني انت مش لاقي حد جنبك غير بنت سنها قد سن بنتك يعني؟ لا الموضوع مش كده خالص بقى يا فؤاد، على فكره البنت دي اصيله مش هتعمل معايا زي ما داري عملت معايا. هو انت اتكلمت معايا في حاجه يا شيم؟ لو ده مش هيزعلك، ايوه اتكلمت معاها. بس انا ما عرفتش هي ناويه على ايه. وعشان كده انا جاي اتكلم معاك، انا عارف انك انت قريب منها ممكن تعرف اذا كانت اخذت قرار ولا لا. عشان لو مش كده يبقى مفيش داعي اعشم نفسي اكتر من كده. يا سيكا، كله كلام فاضي. اللي بعده. طب والسيديهات كان عليها ايه؟ كلها ماتشات تنس، اللي بعده ما تخنقنيش، أنا بقالي ساعتين متقدر في القعدة دي. بطل رغي، شوف دي عليها إيه. ماشي يا سيدي. يا عم ميمي، يعني الحوار اللي عملناه ده كله عشان شوية سيديهات عليها ماتشات؟ يا عم مالناش فيه، شغله مطلوب مننا هيتسلم زي ما هو كده. هو ده، هو ده الشغل، وليا بس صاروخ. يا نهار أسود. هي؟ عليا الحرام هي. هي مين يا عم أنت؟ كده المصلحة بانت يا عم الحاج. طب إيه؟ مفيش طب إيه؟ ده وزيره وشغل عالي ولعب مع ناس كبار، مالناش فيه يا عم يوسف. ميمي، انت عارف فيديو زي ده ممكن نعمل بيه ايه؟ يا عم مش عايزين نعمل بيه حاجه الله يرضى عليك، عايزين نخلص مش عايزين ديول. ماشي. يلا يا ابني، هات الفلاشه دي بسرعه. طب اديني ثانيه واحده. طب اخلص. اتفضل يا حبي. اطلع يلا على فوق، وكان مش عايز اشوفك تاني في الشارع. ماشي يا عم. يلا. حاضر يا عم. لا خالص خالص انا كويس. لا خالص. كويس انك صاحبتيني. احلى حاجه ان الواحد يصحى ورن التليفون بس مش من اي حد. ايه في شغل جديد؟ يعني جهزت كام حاجه بس عايز ابص عليهم الاول قبل ما ابعتهم لك. قايل وانا زي ما قلت لك اي فيديوهات هتبعتيها هكتب عليها اسمك. بعدين مين عالم يمكن الواشنطن بوست ولا حاجه تكلمك وتقول لك تعالي اشتغلي معانا، ساعتها محدش يعرف يكلمك. طب بص لنا انت بس ساعتها، بص لنا. هحاول. انت تستاهلي اكتر من كده. وانت كمان تستاهل كل خير يا ديب. يا رب كل احلامك تتحقق. وميرسي قوي على كل حاجه انت بتعملها لي. طب اقول لك على سر. انا من ساعه ما عرفتك والدنيا بدات تضحك لي. بدات تفتح لي دراعتها. بعد ما
كانت مخصماني ومداني ظهرها. ما تقوليش ازاي؟ انا اصلا ما اعرفهاش تفسير. هي كده زي ما بيكون في ناس عاديه في حياه الواحد، في ناس تانية بتفرق معاه. وانت فارقه معايا، فارقه معايا قوي. انت كمان عشمت نفسك يا انت، حالتك بقت حاله يا سيمي. ما تعقدهاش بقى يا فؤاد، انا وانت سر بعض، وربنا يكرمك انت كمان يا اخي وتلاقي الستر تريحك. لا 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 يا عم، انا ماليش علاقه بالكلام اللي انت بتقوله ده خالص. انا خلاص قررت اروح اعيش عند عيلتي بقى. خلاص. ايه ده؟ انت هتسافر تاني يا فؤاد؟ مش انت لسه قايل الواحد مننا لازم حد يقف جنبه ويشيل عنه ويقوم له بطلباته؟ ايوه بس ما تقدرش تسيب الدنيا كلها وتسافر. ما هو انا يا شيمي ما بقاليش حد هنا خالص. ده انا ساعات بقيت خايف ممكن اموت وما الاقيش حد جنبي. عمر بيد الله ونعم بالله. بص يا شيمي، انا عايز لما اموت الاقي حد من ريحتي واقف جنبي. هو ده كل اللي انا طالبه من الدنيا. خلاص يا فؤاد لو انت حابب كده انا ما اقدرش امنعك بصراحه. طيب بص بقى عشان اغير الموضوع، انا عايز اعمل معاك واجب جامد جدا. انا هصفي المحل طبعا وهبيع كل الحاجه. تشتري الخام اللي عندي؟ دي سبايك ام الميداليات. ازيك يا شيمي بي؟ ازيك يا جيجي؟ الحمد لله تمام، منور يا ابو سعد. ايوه يا مهندس. تعالى يا ابني. طيب روح البيت بسرعه كده، هات لنا واحده من السبايك اللي شايلينها هناك. تعالى بسرعه. حاضر يا مهندس. قلت ايه بقى؟ ايه ده يا فؤاد؟ انت ازاي مستأمن الواد على الحاجه بتاعتك يا اخي؟ مين ابو سعد؟ مسعد ده سايبني انا اللي مربيه، ده انا ساعات بثق فيه اكتر من نفسي. ما تخافش كل حاجه متأمنه. انت قلت ايه؟ بص عليها كده بالزاويه دي. يا غالية دي صورة، وفي النهاية الصورة ممكن يتلعب فيها عادي يعني. قولي له إن إحنا عايزين نشوفها بعينينا. أيوه عندك حق، هما هيوروها لنا بس قالولنا ناخد فكرة. طب لفي الصورة كده. يوسف اللي أنت بتعمله ده ما ينفعش، إحنا ده المكتب قدام الناس مش هينفع منه. هو إيه اللي مش هينفع؟ هو كل حاجة مش هينفع مش هينفع مش هينفع. في إيه يا غالية؟ يوسف إحنا اتفقنا أنا لازم أفكر. وانت وافقت على كده صح ولا لا؟ وعشان وافقت استحمل بقى. يوسف انا عايز اعرف انت ليه مش راضي تصدقني ان انا فعلا حاسه بيك وحاسه بكل حاجه انت بتقولها. بس يعني بس ايه يا غالي؟ مستحيل تكوني حاسه بيا، مستحيل. غالي انا مستحمل وصابر بقالي كتير جدا من ساعه ما جيت المحل هنا وانا عيني عليكي وانا بفكر فيكي كل يوم. قولي يا واد اصبر استنى، ما تصرحهاش باللي جواك دلوقتي، استحمل شوية لغاية لما جيت وقلت لك إن أنا بحبك. وبرضه بتقولي لي اصبر؟ لا أنا صبر بقالي كتير. أنا حاسة بيك يا يوسف وحاسة بيك أكتر من أنت ممكن تتخيل. بس أنا محتاجة وقت، محتاجة فرصة عشان أفكر. صدقني ده قرار مش سهل عليا. أنت ليه مش راضي تفهم كده؟ أنا آسف إذا كنت ضايقتك أو زنيت عليك. أنت لا ضايقتني ولا زنيت عليا. خلاص. ما تخلص يا عم، هتقعد طول اليوم تعمل في مفتاحين ولا إيه؟ يا ابني اصبر عليا ما تستعجلنيش. الله، ولا انت يعني عايز تاخد المفتاح وما يفتحش معاك وترجع لي تاني؟ لا ما يفتحش ايه، وانا هقعد طول اليوم رايح جاي ولا ايه؟ اشتغل يا عم اشتغل، بس وحياة ابوك شال شويه. حاضر شال شويه. حاضر، ان الله مع الصابرين. ايوه يا مقدس امور. انا عايز اتكلم معاكي بخصوص الشيمي. شيمي بيه؟ مالك؟ كان عندي من شويه كان بيسالني عنك. عني انا؟ وفهمت كمان ان هو وقع لشوشته. بس انا بحاول اصرف نظره. ليه يا مقدس؟ ليه؟ يعني ايه ليه؟ هو انت كنت موافقه؟ موافقش ليه؟ شيمي بيه راجل مال وهدوم ويملى عين اي حد. طب وديبو؟ ديبو خلاص مش عايزني. سافر ونسيني وشاف حاله. وانا قلتها له قبل ما يسافر. انا مش هشتري حد بيعني. يعني انت مش لاقي حد في الدنيا دي غير الشيمي؟
عايزني اقول لك بصراحه، ما تزعلش مني. انا ياما اتلطمت في الدنيا يا مقدس، بصراحه كده مش عايزه اتلطم تاني. انا عايزه استريح، مش عايزه افضل حاسه ان انا لازم انزل الشغل كل يوم علشان اعرف اعيش. بس يا بنتي شيبي ده راجل كبير في السن، ده قد ابوكي. ما بقتش تفرق معايا خلاص، انا بعد ديب والرجاله كلهم عندي بقى واحد. طيب ربنا يوفقك يا بنتي. هقول لك ايه يعني؟ بقول لك ايه يا شيماء، هما لما خدوكوا عملوا معاكوا ايه؟ بلاش تتكلم في الموضوع ده. هما بجد كشفوا عليكوا عشان يشوفوكوا انسات ولا مدامات؟ مش عايزه اتكلم في الموضوع. يا حرام، يعني اخد له خرطوشه امبارح في عينيه، قال ايه وعامل لي نص ثوراجي، يعني راحت. الو، وحشتني يا ديب. وحشتني يا بت. يا شيماء في ايه؟ صوتك مش عاجبني، مالك يا بت؟ لا انت وحشتني. جاي امتى؟ في ايه يا شيماء؟ مالك؟ امي كويسه؟ شهادة كويسه؟ والله والله شيماء، وهي يا بت تكونوا فاكريني بنت مش وحشيني. كلكوا وحشيني. شيماء ربنا اللي يعلم انا قاعد هنا ازاي. كل يوم بيعدي عليا اصعب من اليوم اللي قبله. بس انا هنا يعني انا مسافر عشانكم، عشان اللي عايز حاجه اجيبها له. شيماء ماشي يا اخوي. خلاص. ازيك يا يوسف؟ انا شيماء بيه. ازيك يا باشا؟ طبعا انتوا بالمنطقة واحدة تعرفوا بعض كويس. ايه اللي نعرف بعض يا باشا؟ عز المعرفة طبعا، ده احنا واكلين مع بعض عيش وملح. وتقدر تقول علينا قرايب يعني كده يا جيجي ولا ايه؟ طبعا. ازيك يا يوسف عامل ايه؟ فضل وعدل احسن من اي حد الحمد لله. يا رب دايما. تعالي بقى نخش جوه عشان اعرفك على غالية. ماشي يا شيماء، على اذنك يا يوسف. اتفضلي يا جيجي. على اذنك. اتفضلي يا باشا. شوفي يا محا يا بنتي، انا ست لفت الدنيا ودورت. ايوه وعندي اكسبيرينس، يعني تاخدي مني كده اهو وتصري. الكلام اللي هقوله لك دلوقتي تحطيه حلقه في ودنك وما تنسيهوش ابدا يا خايبه يا نايبه. ما تقصري ياما وتقولي، بقالك ساعه بتتكلمي وانت ماسكه البطاطسايه كده. شوفي يا حبيبتي، ما دام الرايق اتجه ناحيه الخلفه خلاص، يبقى نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه بقى؟ ما نخليهوش يتورب. وعارفه لو اتورب منك شمال ولا يمين يبقى الغلط عليك. ايوه لبيه لبيه بالعيال، كل 9 أشهر عيل. 9 أشهر ايه ياما؟ ليه شايفاني مكنه؟ ايوه يا اختي، ان شاء الله حتى تكوني مكنه فشار. يا بت يا بت، ما يثبتش الراجل في بيته الكتر العيال. عارفه يا بت المثل بيقول ايه؟ يغلبك بالمال اغلبيه بالعيال، لا يروح منك يا خي. والنبي هما بقى ما توغوشيني، ما هو بينام جنبي كل ليله وكويس اهو. هما الرجاله دول لهم امان على راي المثل، يا مأمنه للرجال يا مأمنه للميه في الغربال. صحيح. يا بنت زمان انا كنت اعمل ايه بقى؟ استعيني بك. لما كنت اروح البر عشان اعمل نمرتي، ها؟ وكان ابوكي بقى لوحده في البيت. اقوم اروح جايبه كحكايه واحطها في الناحيه اللي انا بنام فيها عشان لو جاب واحده تانيه تتفرس. يا بنت اللعيبة ياما، طب وكم كحكاية اتفعصت؟ بيني وبينك هي كحكاية واحدة بس اللي اكتشفتها، عشان ابن المهروشة اكتشف الحكاية. بقى ياكل. عشان كده عايزاك تجيبي قرطة عيال يا بيه. أجيب واحد بس الأول ياما وبعدين أبقى أجيب قرطة. يا ريت يا موحى يا ريت، عشان يقول لي يا ستي. والله لا أجيب لك واد صغنون كده يا زوزة ويقول لك يا ستي ويكبرك كمان. سلام عليكي، فوق وشي كده يا موحى. ايه يا وليه، دي حاجة وحشة. عيل كده حلو يجري في وسطينا. يعني انت اتجوزتي وعاوزة تخلفي مخصوص عشان تعجزيني يا بنت؟
شوف الولية اللي عمالة تسلطني وتقولي هاتي قرطة عيان. يا ستي أنا سلطتك؟ اه سلطتيني. اه دي نسي سلطتيني يا ام بت. بقولك ايه، لا انا لحد يقولني ولا يعودني. لحد يقولي في الكلام ايه ولا الرط ايه ولا عجن ايه. ايوة لا انا ست دغري. ويا داخل بين البصلة وقشتها مينوبة كلا مش عارف ايه. ريحتها يا ايوة يا اختي. لا قولي لي يا بت. هو الرايق ما فتحكيش بموضوع الخلفة، يعني مكبر دماغه خلاص كده يعني ولا ايه؟ سلامة عينك يما وعقلك، ما انتش شايفة بطني اهي قدامي والعيال بيجروا ما شاء الله وواحد نايم جوه في الأوضة. خدي ده كله يا هيا، كله بلا قرف. على فكرة من كتر ما شيمي كلمني عنك خلاني احس اني عايزة اشوفك واتعرف عليك. هو حكالي عنك كتير قوي برضه يا جيجي، ما تستعجليش، احنا الوقت قدامنا كتير قوي عشان نتعرف على بعض. على فكرة يا غالية أنا متأكد لما تعرفي جيجي أكتر هتبقوا صحاب أوي. قولي لأ يا بابي، ده الواحد ممكن يتعرف على أي حد وفي أي مكان ويصاحبه كمان، بتحصل في أي حتة في الدنيا عادي يعني. طيب أمسكوا بقى عشان تقعدوا على راحتكم، مش كده ولا إيه؟ أنتي قلتيلي اسمك إيه؟ جيجي. جيجي أوروفار يا جيجي. مع السلامة. باي بابي. باي. هو في ايه؟ هي بنتك مش طايقاني ولا ايه؟ لا يا روح قلبي ما تفكريش كده خالص، هي بس موضوع داليا واللي حصل منها ده لسه معلق معاها، ده طبيعي جدا. وعايز صدقيني غالية دي اطيب واحدة ممكن تقابليها في حياتك، وانا متأكد لما تعرفوا بعض اكتر هتحبيها قوي، ما تقلقيش من الموضوع ده خالص. ان شاء الله. انا الواد ده مش فارق معايا، اهم حاجة اللابتوب. انتوا طبعا فاهمين كويس قوي ان ما ينفعش نخلص عليه طول ما الحاجة دي معاه. عندنا مشكلة، احنا لو استنيناه لما يخرج من المنطقة هنستنى كتير قوي، وهو اكيد طبعا حس ان احنا وراه فاكيد هيتحمى في اهله. مش مهم خليه فاهم كده، بس انا وشرف امي ما هسيبه يتهنى بالحماية دي. اي حاجة وربنا ما اعرف في حاجة غلط يا امينة، في حاجة غلط صدقيني. البلد هتولع، الفيديوهات دي متفبركة، انت هتوديني في داهية. طب هتصرف. This is fake. This is fake. Egypt not like this. Egypt not like this. ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ بعد برضه الواد الجدع اللي قابلته واسترجلته وتصدرت له كمان. لا 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 دي الولية حماتك تلاقي عندها حق بقى. احمد يا ابني انا فاهم اللي حصل لك ومقدره، بس الدنيا ما وقفتش ولا خربت كمان. انت بقى شايفها خربت يبقى ايه اللي وداك من اصله؟ وساعتها بقى ابو حميد يبقى ليك حق يا ابني تعيط وتلطم وتنتحر كمان. بقولك ايه، بدون تنتحر يا ابني دلوقتي وتخلص نفسك. ايه كلامي ضايقك؟ طب انا لسه ما قلتش حاجه، لسه ما قلتش انك طلعت خارق وطاري، والحمد لله ان احنا عرفنا كل حاجه قبل ما نتدبس وندي بنتنا الواحد بيهرب من مشاكله ويتفس دماغه في التراب بدل ما يحلها. تعالى يا عم ياسين اصفي لك عينيك وشوف انت هتعمل ايه. هنط في كرشك، هعمل اي حاجه غير ان انا احبس نفسي زي النسوان. بس يا راجل جبان. انا مش جبان يا عم ياسين. اثبت لي. يا زهر يا
كلام معاك ملوش فايدة. أنا مش زعلانة، نظرتي فيك خابت. أنا زعلانة على بنت أخويا اللي حبتك وقدرتك ودلوقتي بتحبك أكتر وبتقدرك أكتر. أنت لو نزلت الشارع دلوقتي لسه هيبصوا لك على إنك بطل. أنت خسارة. لا مقدر نفسك ولا مقدر اللي أنت عملته. كانت خيبة. انت عايز تعمل ايه؟ استناه لما تيجي. وبعد ما تيجي يا عم اللي يقدرني عليه ربنا هعمله. ما احنا مش كوركات يا عم ميمي، والجدع اللي سافر ده ما هواش خبق عشان تقرطصه بالمنظر ده. وما عملتش انت عايز تعمله ليه لما شفتها مع الشيمي ساعتها؟ اه اللي حصل. اللي حصل؟ انا مش بقول لك كده عشان لا سمح الله فاكر ان انت عايز تزعل ابو ناسب وبنته. انا بقول لك كده عشان انت مالكش صلاحيه تتكلم معاها، فبلاش احسن. اه انت اخر واحد تقول الكلام ده، لان انت بنفسك اتكلمت معاها في الحوار. حصل يا يوسف، عشان كده بقول لك سيب البنت تتجوز. ايه اللي انت بتقوله ده يا ميمي؟ انت بتهزي. تتجوز مين؟ يا عم مش انا اللي بقول، صاحبك هو اللي سافر وسابها وفضل معشمها، وقال لها انه مسافر، عشان كده خليها تتجوز. مش احنا اللي هنقول مين يتجوز ومين ما يتجوزش يا يوسف. بس دي مش اصول. وبعدين هي بتتجوز الراجل ده ليه؟ ده قد ابوها، يبقى طمعان في قرشين. وانت اللي مش طمعان في قرشين؟ يا عم كل عيش. بس سيب الناس تاكل عيش. انا اتخرقت بالكلام معاك ومش هرغي معاك في اي حوار تاني. يا عم تعالى بس انا بلسيك على الصح يا يوسف. انا لما اتكلمت معاها كنت بهددها، بس لقيت ان انا بهددها عشان مش عارف اقول لها ايه. بس دلوقتي خلاص الموضوع طول بقى، واخويا ليه حق، والله ليه حق. تعالى نقعد نشرب حاجه، ادينا قاعدين وهنشوفها وهي جايه. تعالى بقى اقعد. انا خلاص قررت، انا موافقه. بتقولي ايه؟ بقول لك موافقه. تقدر تيجي البيت في اي وقت وتخطب. فكرت كويس. فكرت كويس. مش محتاجه فرصه اني اتراجع فيها نفسك. اراجع فيها نفسي؟ ماشي. مين انت ده؟ انت الراجل اللي بحلم بيه طول عمري. انت ما بص على حاجه كده بتكره تجيبها لي من غير حتى مطلوبها منك. عمر ما حد حس بيا ولا حبني كده. أنا كنت مستنيك. أنا بحبك يا شيمي. وأنا كمان يا روح قلبي شيمي. أنت ليه عملت كده؟ مالها طريقة تدخل بيها؟ أنت هتستعبط! إيه ده؟ إيه ده؟ مش هنعرف نحكي. نحكي في إيه؟ الناس بتموت في الشوارع وتقول لي نحكي؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ الفيديوهات اللي اديتها لك عملت فيها ايه؟ ليه عملت كده؟ افهم، احنا ما قلنا لحد ان يقتل او يموت. امال الفابريكا بتسميه ايه؟ الكد بتسميه ايه؟ التحريض بتسميه ايه؟ ما انهم اطفال ينضحك عليهم. ناس بدها تعمل هيك لانها تركمت سنين بيحاولوا يتنسوها. بتضحك على نفسك ولا عليا؟ انت اللي زيفت الصوره، وصلت للناس صوره ثانيه خالص، وتقول لي هم اللي عايزين يعملوا كده. هذه هي الحقيقه. انت ما بتحاول تشوفها. انهي حقيقه؟ اللي انت اخترعتها؟ اللي انت رتبتها؟ انهي حياة يا اخي؟ الاعلام ما هو جريمه. انهي اعلام ده؟ هو انت مصدق ده اعلام؟ ده مش اعلام ولا يمكن يكون اعلام. كل واحد له دور. انا عملت دوري، انت عملت دورك. الناس بدها تعمل دورها. بدها تصدق او تكذب. انت لما بتحاول تفهم. انا بقى فهمت دورك كويس. انت كذاب وضلالي وقابض عشان تولعها. الناس بتقتل بعضها في السكاكين هناك. الناس بتموت بعضها. كان الاول في عشره وانت اتحط بدلهم غل وكره، وانت اللي عملت كده وانا اللي ساعدتك. هذه ما هي مشكلتي. افهم. فكر كويس. ما تضيع على نفسك فرصة، ما تلاقيها في أي مكان. بريد أفتح مكتب في الكايرو. وأنت اللي تديره ها؟ أنت مجنون بالله عليك. مجنون! عايز تخربها هنا وتخربها هناك. بقول لك إيه؟ أنا استكفيت، إديني فلوسي. بعتبر هالمقابلة ما تمت. بس إذا بتراجع حالك. أراجع إيه؟ هذا آخر كلام. آخر زفت. في شرط في العقد. اللي بيرسخ العقد ما بيسترد فلوسه. يا راجل! ايوه. اقرا العقد، اقرا النسخة اللي معاك. انا مش هقرا اي حاجة، وفلوسي ياخدها من كرشك. ايوه! ايوه تلاتة بيهم! مين يا ولاد الكلب؟ يا ما تكلم الناس! انتوا مين يا ولاد الكلب؟ ايوه تعملوا ايه في البلد ده يا ولاد الكلب؟ انتوا مين؟ فوري! مين يا ولاد الكلب؟ هاي! تيرورستا! ماشي يا باي، اللي تشوفه. بس يعني بلاي ستيشن ولا مطعم؟ مطعم طبعا. يا ابني الناس ما بتبطلش اكل وشرب،
لكن جهاز بايظ وجهاز عايز يتصلح وجع دماغ على ايه؟ خليك في الرايق. ماشي يا عم الرايق. وبعدين يا سيكا انت حقك محفوظ. شوف انت عايز تعمل ايه؟ عايز تأجر لنا محل؟ ماشي. عايز تدخل شريك بالمحل برضو؟ ماشي. عايز تشوف انت صرفت قد ايه وتقسم علينا كلنا؟ برضو يمشي. ماشي يا شقيق، اخش معاكم شريك. طب حلو قوي. دلوقتي انا فكرت في حاجه تانية. خير؟ انا مش هدوس كتير في سكه المطعم ده. انا شويه كده واجيب افتح احطها على المحل واكتب عليه للايجار او للبيع، عشان ابويا لما يجي يبص عليه يفتح يحس ان انت مش هربان، ويتخيل في اي وقت ان انت ممكن تقب في اي لحظه. امال انا بعمل ايه دلوقتي؟ ما انا هربان منه. لا انت مش هربان، انت مخلي بالك بس. طب هتضمن لي منين ان هو مش هيحصلوني زي ما حصلوني المره اللي فاتت في المحل؟ والله سيك انا ما اتبلكش، بس انا مامن لك الدنيا، حاطط لك عيون في كل حته لحد ما ربنا يسهلها. بقول لك ايه يا راي، انا اشوف لاي حته اختفي فيها بعيد عن البيت وعمتك ومراتك، مش ناقصه اي قلق. وحت امك، وبعد اللي انت حكيته لي وعن ابو يحيى تفتكر اسيبك تمشي؟ ما انا قعدتك في شقه جابر متولي وما عجبتكش، في ايه تاني؟ ما بصراحه كانت صعبه قوي. خلاص بقى تقعد هنا وما تفتحش بقك. ماشي اللي تشوفه. ماشي تخش تعمل لك كوبايتين شاي كده. ماشي حاضر. ايه يا غالية؟ مش هتلبسي ولا ايه؟ لا يا بابي ما لبستش. انت مش ناوية تيجي معايا الخطوبة ولا ايه؟ معلش يا بابي انا تعبانة شوية، روح انت لوحدك. انت عارفة ما ينفعش اروح لوحدي. بص يا بابي أنا عمري ما هفرض عليك رأيي ولا هقولك تتجوزها أو ما تتجوزهاش، عشان أنت حر ده حقك، بس بليز بقى ما تضغطش عليا، أنا مش عايزة أروح. وعلى العموم ألف مبروك. أوكي بس أنا متأكد إنك أنت فاهمة جيجي غلط. بابي فهمتها أو ما فهمتهاش مش هيغير أي حاجة، أنت اللي هتتجوزها مش أنا. سلام تحبي. باي. وانتي زعلانة عشان جدو هيتجوز؟ لا يا حبيبي. امال ليه انتي كمان مش هتتجوزي؟ عشان انت عليا كفاية يا استاذ رامي. وانكل يوسف مش هيتجوزك؟ ايه؟ وانكل يوسف مش هيتجوزك؟ انت جبت الكلام ده منين؟ مش من اي حد. طيب يعني لو أنكل يوسف حب يتقدم لي ويتجوزني أنت هتوافق؟ متأكد؟ بجد؟ بجد؟ طب تعالى طب تعالى بقى هات بوسة طب تعالى بقى هات بوسة هات بوسة هات بوسة. بقول لك إيه يا زوزة القعدة كده هتنشف علينا. لا يا أختي هات لنا عكاشة عشان نفرفش شوية. أيوة 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 عكاشة ده أنا بحب عكاشة ده أهو. ايوه قول يا عكاشه قول. انت لسه يا اختي هتستني اما يقول. يلا يا اختي نروح نلحق البيت جيجي العريس زمانه وصل. يا فرحه قلبي اما انا فرحانه لجيجي بشكل ما صدقت انها هتتجوز وخدتها من قصرها كده. يا فرحه قلبك يا وليه يا وليه يا منافقه انت يا فرحه قلبك. ده انت اساسا ما بتقبليش جيجي ولا الهب والنفس اللي بيجي من ناحيه جيجي. ما هو عشان كده
البت دي كانت عامله عمل لابني، ولما بعد عنها الحمد لله اتفك العمل خالص. يا سونا حرام عليكي، البت شقيانه من يومها. شقيانه ولا مش شقيانه، المهم بعيد عن ديبو. اه جاتك قوى يقويكي لما يوزع ضلعيكي يا وليه يا منافقه انت، يا وليه يا عديمه الديمقراطيه يا ربراريه يا عديمه العداله الاجتماعيه يا من بواقي العهد الفائد والبائد يا وليه يا فله من فلول الفلافيل. انا فله؟ ايوه فله، وفله طائشه كمان. قول يا عكاشة قول، خلينا اسكتوا بقى خلينا نسمع الماموشية السجنية بتقول ايه. ما تيجي يا حلوة انتي وتسيبك من المراية، تعالي شوفي اختبار الحمل اللي جبتهولك ده بيشتغل ازاي، عشان اول ما يحصل تعرفي على طول. من بقك لما بس ما يشوش. بصي لما تبقى شرطة يبقى ما فيش، لما يبقى هنا كده هو شرطتين يبقى حصل. شرطتين ان شاء الله. خدي في واحدة هنا جديدة، وصيت لك دكتور ايه زي القمر، اول ما يحصل هيتابع معاك ان شاء الله. يخرب بيت اهلك دكتور ايه، انت عايزه ميمي يقطعني؟ وبعدين يعني يا اختي كفايه عليا امي وامك. امي وامك كفايه عليهم عكاشه، لحس لهم دماغهم خلاص. وانت كمان لحستيلي نفوخي من ساعه ما جيت. قومي يا شوشو لازم نروح لجيجي، عيب اما نسيبها في يوم زي ده يا اختي. الصراحه مش حاسه ان انا عايزه اروح خالص. بقول لك ايه يا شوشو، اخوك يا اختي اللي رماها. لا اخويا ما رماهاش، اخويا زي اي شاب ظروفه صعبه، كان عايزها تستناه شويه، ما غلطش. تستناه قد ايه يا روح امك؟ لحد ما يبقى عندها 40 سنه؟ قوم يا بت، وبعدين ما تدخليش نفسك بينهم، هم حرين مع بعض، انت مالك انت؟ وهي لما تاخد راجل قد ابوها حره؟ كل واحد يتعلق من عرقوبه يا اختي، مالكيش دعوه. وبعدين عيب عليكي، ده احنا اخوات، عيب اما تقولي كده. ها هتيجي ولا قوم انا؟ محبك الحمد لله. على السلام. وحشتيني. انت كمان وحشتني يا ما تسليش تاني. عمري ما هسيبك. عمري. انا هحطك في اوضه وادرس عليك. على قد ما كنت فرحان اني عايز اسافر، على قد ما كرهت الاحساس ده. صعب قوي انك ترمي سنين عمرك كلها ورا ظهرك، تبدأ من اول وجديد. ما فيش شك ان في حته مني كانت زعلانه هناك، كنت عايزها افضل، بس ما تقلقيش، الحته الكبيره اللي جوايا كانت فرحانه، كنت عايزها ارجع مصر. مصر وحشتك قوي. وحشتني يا كمان، وحشتيني أوي. أول حاجة فكرت فيها وأنا خارج من المطار إن أجي لك على هنا، كنت بقول يا رب يا رب يا رب لما أروح على هناك ألاقيها موجودة أشوفها. كنت هزعل أوي لو ما لقيتكيش موجودة. أقول لك حاجة؟ قولي. كنت عارفة إنك جاي. حساسات سواء. أنا كده رجعت مصر. تمم عليها. انتوا ما تممتوش عليها؟ تمم عليها ازاي؟ انتوا قلتوا عايزين 1 2 3، عملنا لكم 1 2 3. يعني ما اتفرجتوش على الحاجات اللي انتوا جبتوها؟ الله، واحنا نتفرج عليها بتاع ايه؟ وبعدين مؤاخذة شايفنا يعني مهندسين كمبيوتر عشان نعرف نفتح الحاجات دي. طب والولد عملته معاه ايه؟ واد مين؟ وفي 100 واد؟ امجد. اه. لا ما تقلقش. ظبطناه. ايوه ظبطته ازاي يعني؟ يعني الحاجه قدامك تفتكر ان احنا دخلنا وخرجنا والواد لسه صح سليم زي ما قال لك كده، ظبطناه. الجنرال قال تعجزوا، حصل ولا ما حصلش؟ واحنا قلنا ما بقاش لينا في السكه دي خلاص. امال بقت سكه مين يا يوسف؟ سكه اللغويه، واحنا خلاص ما بقيناش غوينا.
يعني انتوا مصممين تزعلوا جنرال مع انكوا عارفين زعله بيبقى عامل ازاي؟ اسمع يا سن، احنا لا عايزين نزعل الجنرال ولا نزعل نفسنا، واذا كان على التعجيز والتخليص فعنده بدل الراجل 100، ولو على الواد انتوا عارفين طريقه وسكته وتعرفوا توصلوا له كويس كده. وكاجو يوصل له الكلام ده. سلام. شرفتنا يا شيمي بيه. ده انا اتشرفت. امال العروسه فين؟ في اوضتها وجايه حالا. سعيد بمعرفتك يا عمار. ده احنا اللي في سعاده، ربنا وحده اللي يعلم بيها. احنا في ديك الساعه لما نناسب واحد زي سعادتك دي بالدنيا كلها. الله يخليك يا عمار. الشيمي بيه اخ عزيز قبل ما يكون صديق ابو جيجي. احنا كنا سوا في مدرسه زمان، وبرضه العشره خدتنا سوا لغايه دلوقتي، بس انا اصغر منه. هو اللي بيقول كده. جرى ايه يا امال؟ هو ده وقته يا اختي. يا وليه بطلي نكد بقى يا وليه. غصب عني يا جماعه افتكرت نصه. وبعدين معاكي بقى، صلي على النبي، صلي على النبي يا اختي، احسن بعدين تيجي تسمع وتبقى حكايه. عليه الصلاه والسلام. بقول لك ايه يا سونا؟ ايوه. الراجل الحلو القمر اللي قاعد قدامنا ابو شعر روزي ده، هو اللي عليه هبه وفرستيش كده يعني، ده يبقى مين؟ ده العريس. هيتجوز مين؟ العروسه. بس قمر، ايه رايك في الفستان يا شيماء؟ حلو قوي ما شاء الله، وشكله غالي. الا غالي ده بتمن بيت في الحاره هنا يا بت. انت عارفه اصل الشيمي بيحبني قوي، ما بيستناش اشاور بس على اي حاجه يجيبها لي، حتى لو كانت بمليون جنيه. ربنا يخليهولك. حنين ولا ايه يا موحه؟ طبعا شكله حنين وبيحبك كمان. ودافيان، هيفطرني في حته ويغديني في حته، ولا ايه هيعشيني في بلاد بره؟ هينسيني القرف اللي عشته. واهم ميزه فيه بقى انه حنين وجدع، ما يعرفش الغدر، مش زي ناس هناك. شفتي؟ مش قلت لك ما كانش لازم اجي؟ هتقعد تقطم فيا كده طول الليل. تقطم في كده ايه يا بنت؟ عيب، احنا اخوات. انت في حاجه مضايقاك يا شيماء؟ لا مصدعه، هطلع اشوف حاجه للصداع. الف مبروك يا جيجي. الله يبارك فيك يا اختي. ربنا يتمم بخير. شكرا. مالكيش حق يا جيجي، عماله تقطمي في البيت من ساعه ما جت. هو انا قلت حاجه خالص؟ نعم يا روح امك، ده انا عجناكي وخبزاكي. شيماء مالهاش دعوه، بتدخليها ليه بينكم؟ غصب عني. وبعدين يعني انا بحب شيماء، بس انا جوايا قهر يهد جبال، واللي عمله ديبو فيا مش شويه. طول عمري فاكره ان انا وهو هنبقى لبعض، فجاه سافر وبعد ولا حتى عبرني بالتليفون. ديبو دبحني يا موحه. دبحك ده ايه يا بت؟ طب ده انت والنعمه احلى عروسه في حتتنا. بس اوعي تعيطي، بصي نفسك في المرايه شوفي الحلاوه. قومي يلا قومي، صحي وفرفشي كده، الليله ليلتك. شاف الزغاريط؟ بيستفزونا يعني ولا ايه؟ سيبهم مريح، قوم يفرحوا يا ابني. يعني ايه؟ البت دي مش كانت بتاعت ديبو؟ تاخد منه كده عادي يعني؟ ديبو جدع يا ابني، ما حدش يعرف ياخد منه حاجه غصب عنه. حق ربنا بقى هو اللي سابه. يعني كانت عايزه تعمل ايه؟ تقعد جنب الحيطه تستنى بسلامته؟ ده بقى يوسف اللي كنت بكلمك فيه. يعني انت شايف اللي بيحصل ده صح يا عم ياسين؟ ما قلنا حقها. الله، وما دام حقها ما رحتش تبارك ليه زي المقدس مراه؟ عشان ده ابن اخويا يا زكي. لو رحت هبقى بصغره وبخليه مش قد كلمته اللي قالها لها. اما النسوان بقى لما تروح تزغرط وتزاير، فهم في الاخر نسوان. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام يا عم ياسين. والله وبيضالك في القفص يا بنت امال. عم ربنا يسهلها. هي مش بيضلها لوحدها يعني. طبعا بيضلها هي وامها وابوها المقشف كمان. بكره تجيب عيل بقى ويقش كل حاجه. تجيب عيل بتاع ايه يعني؟ مفيش الكلام ده، مفيش عيال. الراجل هيتجوزها شويه يفرح وخلاص. في ايه يا ميمي؟ يا عم اهدى، في ايه؟ مالك قلقت كده ليه؟ ما قلقتش يا عم ولا حاجه، بس ملوش لازمه الكلام الهزي على بالليل ده. مش هتروح ولا ايه؟ نروح فين؟ فرح جيجي. وانت عايز تروح ولا ايه؟ احنا مش رايحين. لا اروح فرح ايه؟ ماليش انا في الجو ده خالص. امال بتلط كتير ليه؟ حبيبي يا ابني ورا يا وسام. Thank you.
وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، ان في حياتي اعيش ولا تلاقي لي بره. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، ان في حياتي اعيش ولا تلاقي لي. Bye.